أهلا بيكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم عبر الكتاب أهلا بيك دكتور أشرف عزمي نورنا أهلا بيك بيتر وأهلا بكل السادة المشاهدين في كل مكان أهلا بيك برحب بيكم برحب بمداخلاتكم برحب بمشاركاتكم وأسئلتكم حوالين موضوع هام جدا النهاردة وشخص رائع جدا كلنا بنحب نسمع عنه وكلنا بنحب تيجي سيرته وكلنا بنتعلم من نقلة الله معاه في حياته وبدايته الصعبة والشخصية الاجريسيف المقدمة على الخطوات اللي فيها عدم دراية بالامور وبيحط نفسه في مشاكل كتير مش هتكلم عنه كتير لكن هندخل في الموضوع على طول احنا ما زلنا سفر الخروج كان الوقت اللي فات يعني كان في موضوعات في النص مختلفة لكن اللي متابع معانا احنا ماشيين في سفر الخروج بعد ما انتهينا من دراستنا في سفر التكوين النهارده بنتكلم عن موسى موسى المنتشل او الماخوذ من آه كلنا حافظين القصه من واحنا اطفال طبعا لكن النهارده هنغوص شويه في آه زوايا مختلفه وابعاد في شخصيه موسى والدراسيه مع الدكتور اشرف عزمي وادعوك عزيزي المشاهد لمشاركتنا او آه مراسلاتنا او اسئلتك او اي استفسار بتساله عن هذا الشخص مرة تانية أسيس أشرف إحنا قدام شخصية هامة جداً في العهد القديم وفي الخروج وهو م. اللي نقل الشعب وعبر به ومن وبدأت حياة جديدة من بعد دخول موسى في حياة هذا بحقي. الشعب ممكن ناخد الموضوع من بدايته من نشأة موسى م. م. إحنا اتكلمنا الحلقة اللي فاتت من إحنا بقالنا دلوقتي دي ثالث حلقة غالباً على سفر الخروج, الخروج. وكلمنا عن مقدمه عامه وعن زمن الاحداث والفراعنه اللي كانوا معاصرين الى اخره م. وبدانا اتكلمنا عن ميلاد موسى المره اللي فاتت المره دي نتكلم شويه عن نشاه موسى م. ودعوته لانه المرحله دي مهمه قوي في م. حياه موسى زي ما قال لنا الوحي المقدس كلمه الله قالت لنا انه موسى تهذب بكل حكمه, المصري. حكمة المصريين واول أربعين سنه اللي قضاها موسى قضاها في بيت فرعون م. فهو عمل كأمير م. يعني فكل ما كان ينطبق على الأمراء آه، انطبق على موسى كويس من مراحل تعليميه من آه، تهذيب من تعليم من آه، ثقافه من آه، آه، يعني كل الـ 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 الاشياء طبعا احنا الكتاب المهندس ما قالناش ايه اللي أوه. حصل مع موسى ما قالناش ان هو دخل مدرسة الفلانيه سنه كذا مم. وخرج من المدرسه اللي اتخرج سنه كذا ولا خلص الماجستير سنه كذا لكن بنقرا دون وبنعرفه من خلال قرايتنا ومعرفتنا للحضاره المصريه القديمه مم. فحتى انا جبت سلايدس آه عن مدرس وامامه طالب مم. وكانت دي المدارس طبعا المدارس لم تكن للعامه كانت للخاصه للنبلاء للاغنياء وللامراء يعني في تاريخ قليل قوي 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 لما كنت تلاقي واحد من العامه يعني لابد ان يكون في حاجه كده يعني غير عاديه علشان يدخل ايه المدرسه أو. ولم تكن المدارس مكتظه بالطلبه زي عندنا النهارده في الفصل 60 و طالب يمكن حتى ما تعرفش أسمائهم لكن كان هناك نظام تربوي أم أم معروف م. متبع بالاخص في تعليم وتحذيب الاطفال الامراء. اخذ جزء من النظام، النظام ده كان في جزء خاص زي ما قلت بالنبلاء والامراء حيث يبدا الطفل من عمر اربع سنوات. البعض بيقول لنا سبع سنوات بس معظم القرايات اللي انا قريتها كانت بتقول اربع سنوات. اول لما بيتفطم ويبقى كده واعي على طول يدخل مدرسه. تقريبا زي دلوقتي و... يعني كجوان. اه يمكن كي من كي جي اه, آه. وبعدين يقعد في المدرسه 12 سنه، 12 سنه يتعلم. م. يعني يعني بيبقى عنده اربع سنين ويقعد 12 سنه لحد ما يوصل الى 16 سنه. آه وكانت المدارس بتبدا من الصبح بدري مع شروق الشمس حتى الظهر وقت الظهيره ويروحوا بقى يعني يلعبوا وي... تقريبا زي دلوقتي ويبقى في تقريبا. البيت مع اه, آه مع اهله م. الى اخره م. فكانت المدارس المرحلة التعليميه الى اطناء يعني بتكون من 12 سنه <applause> نظام التعليم كان نظام تعليم صارم جدا <applause> و... وكان في نوع من التاديب ولما اتكلم عن التاديب بتكلم عن مش انه انه يعني انك تحرمه لا كان في تاديب يعني تاديب <applause> يعني كان في مثل مصري مشهور قديم جدا كان يقول ان اذن الطفل في ظهره في ظهره ولهذا فهو لا يسمع الا بالضرب يعني لازم تضربه علشان علشان يسمع آه طبعا نظريات التعليم الحديثه يعني آه آه سواء تتفق او تختلف لكن آه دي كانت حقيقه معروفه جدا عشان كده كانوا بيطلعوا فيري آه مهذبين آه آه مرتبين يعني يعني حياتهم فيها نوع من ال الـ الـ الاستقامه الـ الشارب في في حياته لانه اتعلم صح المنهج الدراسي كان بيشتمل على أكثر من حاجه تعلم اولا الكتابه م. لازم كان يتعلم الكتابه كتابه اللغه الهيروغليفيه وكانوا ايضا يتعلموا لغات اخرى م. وبالاخص اللغات الساميه وهقول لكم يعني اقول لك دليل فيما بعد ان موسى كان يعلم لغات اخرى يعني لما 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 اتكلم مع بنات كاهن مديان وكاهن مديان كان مش مصري من مديان هل اتكلم معاهم بالمصري؟ وهم بنات غير مثقفات دول بنات شخص كاهن عايش في الصحراء ولا اتكلم معاهم بلغه هم يعرفوها لغه مديان كويس؟ وده يقول لي على انه موسى كان يعلم لغات اخرى غير اللغه الفرعونيه م. كان يعلم لغات اخرى ساميه بالاخص كان في تداخل كبير جدا ما بين مصر وما بين المنطقه الثقافات الساميه الثقافات المختلفه الثقافات المختلفه م. فكان لابد ان يتعلم الكتابه يتعلم القراية يتعلم الحساب م. وفن الخط تعرف الكتابه الهيروغليفيه هي كتابه صور يعني هيروغليفيك فبالتالي كتابتها بتحتاج الى نوع من الدقه آه، رسم مم. كان يتعلم يعني مش السلابي النهارده احنا ممكن مم. الواحد يكتب كده آه يعني زي ما بالدكاتره بيكتبوا نكشف ريخ شفت ورقه لو مش فاهم منها حاجه يبقى فا دكتور لا الكتابه الثانيه كانت بتبقى نوع من الرسم فعلا التعليم العالي بقى كان بيشمل ايه التعليم التعليم الاساسي ده كان ده ده المرحله الاساسيه كان في تعليم اساسي التعليم الاساسي بيشمل القرايه والحساب وفن الخط تعليم بقى العالي كان يشمل ايه تعليم مرتبطه بالعبادات تعليم مرتبطه بالالهه المصريين تعليم م. مرتبطه بالحكمه ومن اشهر الامور كانت المعروف انه المصريين كانوا مشهورين قوي في كتابات الحكمه تعليم الحكمه والحكمه المصريه كانت عباره عن مبادئ تعليميه كانت دروس في الاخلاق وسلوكيات كويس وكان مش بس اللي بيقدمها المعلم كان كمان البيت مم. كان جزء من الاساسيات في تعليم الحكمه كان الوالدين فموسى تربى بكل هذه آه، تهذب بكل هذه المعرفه فيها. وطبعا معرفه العلم والعلوم والتحنيط وكل الاسرار اللي كان المصريين آه لحد النهارده احنا ما نعرفش عنها كتير لكنه على الاقل كامير عاش وتهذب مم. بكل حكمه المصريين عشان كده كان يعرف يقرا كده كان يعرف يكتب وما كانش بس يعرف لغه واحده كان يعرف اكثر من لغه عشان كده كان قوي البنيه الجسديه بتاعته كمان كانت قويه مم. عشان كده كان موسى لا يهاب ولا يخاف في مم. بدايه حياته كان شخص جريء جدا لانه ما تعودش انه يعيش حياه الخوف كامير فحاجات كتيره جدا اتعلمها واتدرب عليها موسى وهو في اول أربعين سنه. واضح طبعا. حضرتك جاوبتنا على معنى تهذب بكل بكل حكمه م. المصريين يعني دي تعتبر تفصيله لكلمه حكمه المصريين م. بتشمل الحساب والقراءه والفن الخط وكل هذه الامور اللي حضرتك ذكرتها. لكن هل هل في الفتره دي مصر كانت فعلا هي اللي يعني زي أمريكا مثلا دلوقتي في العالم أو زي أعظم دولة موجودة في التعليم والأمور دي ولا هو فترة حياته مع شعب أمه العبراني كان ليه برضه دور يعني هو طبعا قعد في بيت فرعون وأمه العمل المفروض تعمله ربنا ده حاجة تاني إنها بتعمله وبتاخد عليه أجر مم. يعني يعني أي أم مصرتها إنها ترضع ابنها وتهتم بيه، لا هي بتقوم بكده وبتاخد أصد أجر, أجر كمان قصاد كمان. كمان أجر على كده، فهو قعد وهي قعدت معاه فترة غالبا أربع سنين م. ودي الأربع سنين أعتقد اللي موسى عارف فيها أصله وانتمائه هل أربع سنين في الصغر كافية انها ترسخ هذا المفهوم yes. اللي يحارب عشانه ويقتل المصري ويخش هو فن... هو هو هنشوف فيما بعد انه هو ليه حارب كويس لكن هي الفكره الاساسيه إنه الاربع سنين دول كانوا فعلا هي البذره اقصد حته الانتماء آه. يعني البذره اللي انتمت اللي اتزرعت اللي جواه امه ليها الفضل من فيه امه ليها الفضل م. واعتقد الكتاب المقدس بيقول لنا انه انه ممكن خلال اربع سنين توضع بذره هذه البذره يكون لها ثمر رائع وعجيب وجميل في حياه الانسان يعني احنا اوقات كتيره للاسف نعتبر ان الولد لا بيفهم حاجه ولا بيعرف حاجه آه، طول ما هو صغير كويس يعني يعني حتى آه، يعني في معاملاتنا وفي كلامنا دايما ده دا عيل صغير ما بيفهمش حاجه آه، انما ممكن الاربع سنين بالنا نعم. يكونوا اربع م. سنين التشكيل هي هي القطعه الخام اللي انت بتقعد تشكل فيها واعتقد انه ده مش بس حصل مع موسى لكن كمان اعتقد انه حصل مع صموئيل النبي م. يعني الاربع سنين اللي قضاها صموئيل في مع امه قبل ما يروح علي الى اوحش مكان كان م. في اسرائيل وهو عال عند عالي الكاهن واولاد على الكاهن م. يعني افضل انك تربي ابنك في بيتك على انك توديه الى عالي الكاهن واولاد على الكاهن في ذلك م. الزمان فالفكرة أنه جزء من اللي حفظ صموئيل أمه كان أمه م. وكان التعليم اللي علمته له وكان الكلام اللي قالته له وهو صغير م. فنقشت جواه نقشت على الصخر جواه أهم حاجات عاشت معاه فيما بعد أعتقد بنفس الطريقة عملت يوكابد مع, مع, مع موسى م. إنها فعلا وضعت جواه أشياء جميلة وهو على فكرة ما طلعش خلينا اقول الفكره ايه؟ ما طلعش انسان منقسم الشخصيه. م. يعني يعني هو عارف انتمائه بس معاش في بيت فرعون بقى كمزلول لا، عاش في بيت فرعون استمتع. هل هو اتربى. هل هو كان مسنود ومعتمد على انه انا في بيت فرعون وانا في بيت انا في القصر؟ هو اوفيشالي انا في الحكومه في بيت الرئيس يعني الدولة هو رسميا كان ابن ابنة فرعون. رسميا؟ رسميا آه. فبالتالي هي 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 خدته ضمته ليها فبالتالي ما عندهوش عقده الاحساس بالنقص انه انه انا مش مش مصري م. لا ده انا ده انا مصري انا اتبن اتبنوني كمان يعني اتبنوني واختاروني يعني دايما في نقاش دا يعني انت عارف اوقات الامريكان بيتبنوا كتير ابناء م. فكان عندهم ابن اتولد ولاده طبيعيه وبعدين تبنوا ابن اخر، فكان اللي اتولد بالولاده الطبيعيه ده بيعير مين؟ اللي اللي متبن... اه في مره بيعيره انه انا بقى اللي اتولدت من بابا وماما وانت بس اللي ناك وجبناك. فرد عليه قال له ايه؟ قال له آه، انت لانك اتولدت من اب وام من ابويا وامي، انت فرضت عليهم. اما انا فاختاروني بارادتهم. فانا أوه. افضل منك. يه. فاعتقد ان موسى كان عنده نفس الاحساس انه انا اختاروني انا آه آه انا مش مفروض عليهم مش مفروض عليهم م. ده هم اتبنوني كان ممكن تعمل معايا بنت فرعون اي حاجه م. كان ممكن بعد الاربع سنين تقول لامه خديه وامشي انا مش, مش عايزاه لكنها لكنها خليته بيه. وتمسكت بيه وغالبا معظم المفسرين المحافظين م. اللي بيؤمنوا ب بي آه بانه بي بنسميها بال 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 بالتاريخ الايرلي للخروج اللي هو سنه 1446 آه قبل الميلاد اللي بيتمسكوا بالتاريخ ده بي بيقولوا انه دي كانت حتشبسوت yeah. يعني مش 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 اي شخص مش يعني, يعني, يعني. اه م. يعني لو انت خدت التاريخ ده يبقى انت حطيت موسى مع حتشبسوت يعني ف آه. آه. فبالتالي انت مع شخصيه قويه م. فهو تربى في بيت مع شخصيه قويه حميته وعلمته وهذبته وربيته كبريته صرفت عليه ووضعت جواه نوع من الثقه بالنفس والإحساس بالقيمه وكبر 40 سنه وهو في نفس الشيء مع الاحساس جواه ومع الوجود إن اللي جواه انه انا برده مش مصري اصلي انا عبراني كويس و... وده هينقلنا للجزء الثاني اكيد طبعا آه يعني المنطقه دي طبعا منطقه غريبه لانه اي حد بيحط نفسه مكان موسى انا عندي اربع سنين لا افقه شيء وتربيت في بيت رئيس الجمهوريه بتاع بلدي من وانا عندي اربع سنين وكبرت وتعلمت على كل حكمه احسن اطباء بتعالجني افضل مدرسين بيجوني لحد عندي بيعلموني والى إيه اخره ده اكيد اكيد يعني اي حد بيفكر نفسه مكانه بيقول لا انا هطلع انسان تاني خالص لا هشعر بقى بامي وإخواتي ومزلتهم وحتى لو عايشين في حتة ما هياش أحسن حاجة يعني شوية الموضوع برضو إزاي ما نساش أهله إزاي تعاطف مع شعبه إزاي يسيب العز ده كله والجاه والسلطة عنده سلطة كبيرة طبعا كل دي أسئلة يعني جوانا آه. بتدور حوالين أكيد, أكيد. يعني آه. مش سهلة برضه نعديها إنه واحد في هذا المكان الهائل في أعظم مرتبة وينزل لشعبه و... 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 وهنشوف بعد كده انه دبس نفسه في, مش... في مشاكل خلته يهرب والى اخره عندنا ثلاث آه. حوادث مم. في حياه آه موسى موسى في بدايه حياته مم. ممكن حضرتك تذكر لنا الثلاث حوادث يعني بالترتيب آه آه انا في نظري آه موسى يعني طبعا شخصيه الرب يسوع دي لا يوجد لها مثيل فانا مم. بطلعها بره الم... ما ينفعش تعد ما آه. ينفعش تحطه رقم واحد وتحط تحت تحتيه حد رقم اثنين مم. فده لوحده ده حاجه خاصه طبعا لكن لو جينا لل... للبني ادمين العاديين آه اللي مذكورين في الكتاب المقدس سواء في العهد القديم او العهد الجديد انا بحط موسى رقم واحد مم. ليه بقى؟ هذا الانسان انا بتفاعل معاه بطريقه غير عاديه مم. بتفاعل مع مع نشأته بتفاعل مع صراعه بتفاعل مع أه الأبسن داون اللي في حياته بتفاعل مع ودعته اتفاعل مع غضبه اتفاعل مع أه, اه يعني أه تحمله للناس أه فان وجد شخص كانسان م. كويس في الكتاب المقدس انا احط ترتيب انا بحط موسى الاول قبل داوود وقبل اي حد تاني يعني لذلك اخفى جسده عن الشعب يعني آه <applause> محدش عارف فين مكانه موسى كان فعلا زي خوفاً ما قال الرب زي ما قال عليه الرب انه رجل كان عظيم و... ولم يوجد شخص مثله في ودعته مم. وفي آه ايمانه حتى وصراعه مع الله في مواقف مختلفه كتير جدا. نشوف آه ننقل للثلاث حوادث الثلاث حوادث دول مهمين جدا ليه لأنه ثلاث حوادث دول بينقلونا آه الى دعوه موسى وندخل م. بقى الى الجزء اللي هو بقى فيه نوع من الـ يعني الاكشنز اه طبعا ومواجهه فرعون والخروج آه والاحداث يعني قبل ما نروح لاول حادثه حضرتك هتذكرها لنا اللي هي عن آه اوكي اول حادثه كانت يقول لنا كتاب في اصحاح 2 آه. وفي عدد 11 يقول لنا م. ايه وحدث في تلك الأيام لما كبر موسى، كلمة كبر هنا يعني كان عنده 40 سنة. ال 40 سنة الأولى في حياته. اه 40 بال 40 سنة. أنا جيت أكتبها بال 40 سنة. كويس؟ دي أول 40 سنة. لما كبر موسى دي المرحلة الأولى خرج إلى إخوته ليعمل إيه؟ لينظر في أثقالهم. كلمة لينظر مش عشان يتفرج عليهم. يعني ممكن الواحد يقرا العباره دي يقوله نزل يتفرج بقى على مشغول بيهم لكن نزل نزل قلبه عليهم. الى اثقالهم انه يتفاعل مع اثقالهم حاسس يتفاعل بيهم. مع ألمهم حاسس بيهم بدا بقى من هنا انه يعتبر اثقال اخواته هي اثقاله والام اخواته هي بدا يوحد نفسه مع الشعب هو يعلم جيدا انه منهم منهم كويس وانه يمكن ربنا حطه في المكانه دي ها أه؟ عشان علشانهم فهو نزل لكي ينظر في اثقالين فرأى رجلا مصريا يضرب رجلا عبرانيا م. كويس من اخوتي فالتفت الى هنا وهناك وراى ان ليس احد فقتل المصري وتمره في الرمل طبعا الديتيلز بتاعت الخناقه مش موجوده عندنا يعني م. يعني هل يعني يعني آه آه طبعا معلمين اليهود بيحاولوا يحطوا حواشي كتير قوي م. يعني ياخدوا العباره وبعدين يتخيلوا ايه اللي ممكن البعض تخيل انه الرجل المصري اعتدى على زوجة الرجل العبراني وزنى معاها واذلها يعتبروا انه كان يضرب الرجل عبرانيا بمعنى انه كان اوريدي كان هيميت يعني كان في عنف جسدي غير عادي كان موجود من المصري اجتهادات يعني دي اجتهادات لكن النص ما ادانيش ما ادانيش حاجه فيه بس سؤال ممكن نحطه يعني من باب الاستفسار يعني موسى في بيت المصريين وبيتعامل احسن معامله في اي مع... يعني احسن من المصريين ايه اللي وصله للقتل برضه يعني يطلع من بيت ما هو آه مدلل آه اوكي آه اوقات اوقات ايه هو هو مش طالع من البيت مقرر انه يقتل يعني مم. هو ما خرجش من البيت مم. من القصر بتاعه ونزل الى المكان اللي فيه آه اخواته م. وهو حاطط في دماغه النهارده انا هقتل واحد مصري ما كانتش موجوده كويس هو نزل نزل لكي ينظر الى اثقالهم وراى منظر ما عجبهوش راى ظلم يعني هو عنف. هو اصله منهم من العبرانيين بس حياته كلها تربت مع المصريين فليه ده وليه من ده موسى غالبا من حاجات اللي اتحطت جوه موسو كرهه للظلم اه بغض كويس. النظر يعني 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 هنشوف فيما بعد كمان موقف م. اخر بيقول لنا ان موسى كان فعلا وعلى فكره موسى ما كانش يرى الظلم ويسكت يعني ممكن انا او انت نرى الظلم ونسكت ونقول ربنا يتدخل يعني ياما اوقات بنشوف في فيديوهات مثلا ناس بتعتدي على ناس في الشارع والباقيين بيتفرجوا يعني ولا كانه في حاجه كويس موسى لو موجود ما كانش الشخصيه دي مم. موسى غالبا كان عنده بنيه جسديه قويه مم. كويس يعني كان محارب ذو بنيه جسديه أكيد برضو من ضمن كان عنده بيها. كمان آآ قلب آآ غير عادي انه انه لا يرى الظلم ويسكت ويصمت فراى موقف فيه ظلم مم. فعندما راى هذا الموقف اللي فيه ظلم تفاعل مع الموقف مم. اوقات كثيره يقول لك انتوا يعني اللي داخل ما بين اثنين يسلكوا ما بينبهوش غير ايه؟ تقطيع هدومه هو دخل علشان يحل المشكله آه. او يوقف العنف م. فغالبا غالبا وجه بعنف فكان آه. رد فعله بحسب قوته م. فعمل ايه؟ قتل مصر يعني يعني هو هو حادثه قادت الى حادثه يعني وبرضو الكتاب ما ذكرناش ظروف الموقف ما ذكرناش إيه في بالظبط لذلك في اجتهادات كتير ده صح أوه. يعني البعض النهارده بيقول في سؤال دايما بيطرح طيب هل اللي عمله موسى ده يعتبر قتل خطيه يعني ما ربنا م. بيقول لا تقتل فهل م. يعتبر ان موسى ارتكب خطيه القتل واذا كان موسى ارتكب خطيه القتل لماذا لم يعاقب, لم يعاقب على. عليها م. كويس البعض الاخر بيقول لنا لا موسى ما ارتكبش خطيه القتل موسى نازل كمحرر لاخواته وهو عارف انه عشان تحرر حد لازم يبقى في ثمن هيدفع. آه كالفين مثلا من المفسرين في تفسيره قال لنا ان موسى كان مقاد بروح الله. كويس؟ ده موسى ده كالفين آه مفسرين اخرين قالوا كان لا كان مقاد بروح الله وقت ما اتت وقت لما خرج لينزل اثقال المصريين أوه. وعشان يعمل آه يبدا حركه الخروج. كويس او مم. تحرير مش الخروج بس تحرير آه يعني دي كانت خطه من مرحله ده تفسير م... اه ده تفسير ده تفسير آه. آه. انا اختلف مع كلفن مم. طبعا الاخوه المشايخين يقول لك انت تختلف مع كلفن <applause> انا اختلف مع كلفن <applause> اقول انه اللي ارتكبوا مساكين غلط آه. اه وكان آه، بدافع آه، بدافع حلو اه, آه. هو الدافع بتاعه انه ينقذ العبراني بس الطريقة بس الطريقه ادت الى عنف انه قتل المصري م. وعشان كده دفع الثمن مين قال ما دفعش الثمن موسى دفع ثمن أربعين سنه هارب في البريه تمن الموقف ده ثمن الموقف ده م. فهل هناك تمن ممكن ادفعه اه م. هذا الثمن بقى ربنا استخدمه فيما بعد ليكمل بيه تهذيب واعداد وتقييم وهذا هذا الانسان انه مم. انه في مرحلتك الاولى يا موسى مش هينفع تستخدم يعني بعض المفسرين قالوا لنا حاجه جميله قوي عن موسى، قسموا حياه موسى الى اربع ثلاث اقسام. مم. القسم الاولاني 40 سنه، القسم الثاني 40 سنه، القسم الثالث 40 سنه. القسم الاولاني قضاها في بيت في بيت فرعون، القسم الثاني اداه في قضاه في مديان في الصحراء، القسم الثالث اداه في الخروج. <applause> فقالوا لنا حطها بالشكل ده الاول أربعين سنه كان موسى يظن انه كل شيء. هو واحد غني، مبسوط، قوي متربي في قصر انا كل شيء، <applause> انا اقدر اعمل اقدر اخرج الناس واقدر اوقف الظلم واقدر ارفع الاثقال عن حامل العبرانيين اقدر، كان يظن انه كل شيء. كويس؟ فربنا قال له ما ينفعش يا موسى لو انا هستخدمك ما ينفعش ان انت تظن ان انت كل شيء. لأنه الخلاص أولا وأخيرا ده عمل الله وليس عمل إنسان فبالحالة دي you can كويس فكان لابد ياخده إلى مرحلة أخرى مرحلة بقى مرحلة البرية قال لنا عنها أن موسى رأى في نفسه أنه لا شيء يعني من هو كل شيء إلى أنه إيه شاف أنه هو ولا حاجة ولا حاجة راعي بيرعى الغنم، بياخد الغنم الصبح عرفت انت ايه؟ بالظبط، يعني شوف في الأول كان ايه والخدم والحشم وال وخروجه ودخوله واللي بيقعد بيسجد قدامه واللي بيركع قدامه فرعون وال... آه. فرعون فخرج إلى أنه بقي في برية، بقي فيوجيتيف، هارب وراح في برية وقعد في بيرعى غنم وخلاص ده هربان من الحكم يعني بالظبط آه. وقعد في خيمة وياخد الأغنام الصبح ويخرج بيها ويرجع بيها آخر النهار، يعني حياة برضو يعني وعايش مهدد وعايش عايش في صحراء اكيد يعني فين الحضاره بتاعت مصر وفين فين الصحراء اللي عايش فيها ففي ال سنه دي ربنا نقله من ان هو يفكر في نفسه على انه شيء الى انه بدا يفكر في نفسه على انه لشيء. لا شيء هنا بقى ربنا قال اكتمل التدريب م. بما انك انت ادركت هذه الحقيقه عشان كده على فكره موسى خرج موسى خرج علشان ينقذ اخواته م. بقوته لما جه ربنا بعد ال 40 سنه الثانيه قال له يا موسى روح انقذ قال له مين انا؟ ايوه شوف النقله دي حصلت ازاي؟ لولا ال 40 سنه دي ما كانتش حصلت النقله دي، قال له مين انا؟ ما اقدرش، قال له أنا... وقعد يقول اكسكيوزز اعتذارات كويس كثيره نشوفها في اصحاح ثلاثه واربعه، فالفكره الاساسيه انه اول ما ادرك انه لا شيء مم. ربنا قال خلاص اكتمل استوى ال 40 بقى السنه الاخيره قالوا عنها ايه؟ أنها هي الأربعين سنة التي اكتشف فيها موسى أن الله هو كل, كل شيء. شيء هو صانع الآيات هو صانع المعجزات هو الذي أخرج من أرض مصر هو اللي كان بيقود هو اللي بيشبع هو اللي بيروي هو اللي بيحمي هو اللي ماشي معهم ليل نهار فالله صار كل شيء ودي الحقيقة مم. مش ممكن أبدا وده يمكن في درس لينا أنه لو أنت بتفكر أن أنت بقوتك هتصنع ربنا بيحطك على جنب يعني على جنب مش او ساعات يسيبك تجرب أو جرب كويس لكن ان كنت فعلا عايز تخدم الرب لابد انك ترى ان الله هو كل, كل شيء. شيء هو العامل فيكم ان, أن تريدوا ففي دي حياه موسى مش كده انا بحب حياه موسى جميل جميلة جميل فهنا موسى تقريبا هي حياتنا يعني او حياه يعني كل انسان يعني اه طبعا يعني في مواقف كثيره تقدر ان انت تتفاعل معاه يعني ساعات نقول مثلا يا ريتني ما كنت عملت الموقف ده ما كنتش بقيت في الحته دي او بقيتش في الظروف دي مش لو كنت قلت لمديري في الشغل كلمه عدله ما كان رقاني وكان زماني النهارده السوبر فايز مثلا يعني اي و وعشان كان وعشان كده اترى الله لي قصد تاني يعني عايز اقول ايه خطانا مع اننا اوقات بندفع ثمنه بس هو ليس نهايه المطاف مع التوبه والرجوع للرب الرب حتى النتائج بتاعته حول بيحولها الخير بيحولها الخيرنا مم. يعني مين كان يتخيل انه 40 سنه في البريه تكون فتره اعداد اخرى لموسى مم. ومهمه لحياته بس لانه موسى في الأربعين 40 سنه دي أغل... أنت عارف الراعي بياخد الغنم بيروح بيها حته ما طب بيقعد مم. يعني داود كان بيعمل كان بالف ترانيم كان يقعد يكتب أكيد. اشعار ويقول مزامير ف... فانما انما انما انت بتخرج مع الاغنام فبتبقى اولا حضرتك عايز تقول اولا اولا بالظبط هدي اولا, أولاً, أولاً الراعي يعني شوف اللي حصل في حياه موسى موسى كان هو محور التركيز لو قال عايز اكل بيجيبوا له اكل لو عايز قال عايز كذا بيعملوا له كذا اي طلب عايزه كان بيجاب موسى كان هو المركز وهو بيت فرعون مش ممكن شخص زي كده يستخدم انه يرعى شعب طبعا فكان لابد انه يخرج ها أه؟ ويعيش مع خراف يبدا يتفاعل معاها يحن لضعفها يهتم باكلها يدافع عنها لو واحد هرب يجي وراه آه، فبدا يبقى عنده قلب الراعي مم. قلب الـ 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 القلب اللي بيخرج بره ذاته علشان آه يسدد احتياجات الاخرين اتخلقت احشاء في اتخلقت جواه احشاء ورفليكشنز أحشاء. ويعني وقعد مع ربنا بقى ويعني ده غير العيشه الصعبه طبعا الصحراء طبعًا. من قصر من الصحراء طبعًا. دي حاجه يعني مرع... يعني تربي فعلا وتنشف بالظبط وتجمد مش عضلات بقى اللي تربى فيها في الجسمانيه <applause> بتاعت القصر لا تربي عضلات روحيه وطبعًا وت... اكيد الموقف الثاني بقى ينقلنا الى الحادثه الثانيه الحادثه الثانيه اللي حصلت قبل دعوته هو انه نتيجه الخطا اللي ارتكبه م. هرب الى الى مديان م. ونقرا كده انه ثم خرج في اليوم الثاني واذ رجلان عبرانيان يتخاصمان فقال للمذنب لماذا تضرب صاحبك؟ يعني الاولاني وجد مصري وعبراني بيتخانقوا والمصري بيضرب العبراني كويس؟ هنا لقي اثنين عبرانيين من اخواته بيتخانقوا مع بعض فراح قال لهم لماذا تضرب صاحبك؟ فقالوا له من جعلك رئيسا وقاضيا علينا؟ أمفتكر أنت بقتلي كما قتلت المصري؟ يعني أنت عايز تقتلني زي ما قتلت المصري؟ هو افتكر إنه قتله المصري ما حدش يعرفه. مم. فاكتشف إنه لا ده الأمر معروف، فخاف موسى وقال حقا قد عرف الأمر، فسمع فرعون هذا الأمر فطلب أن يقتل موسى، فهرب موسى من وجه فرعون وسكن في أرض مديان وجلس عند البئر. ده يبقى راح فين؟ الى ارض مديان طلب أرب. طلب انه يقتل موسى بالرغم من ان موسى يعتبر يعتبر ابنه لانه القضاء أو ابن بنته القضاء اذا انت هناك قانون ولو القانون ده مش هيمشي على الكل يبقى ما قانون امم واوقات الفراعنه كانوا بيبقوا فعلا في تطبيقهم للقانون صارمين صارمين م. ف ده اللي حصل، الحادثة بقى التالتة هو راح إلى مديان، يقول لنا الكتاب، وكان لكاهن مديان سبعة بنات. كويس؟ فأتينا هو وصل إلى مديان وراح عند بير. قعد عند البير اللي هناك دي. كويس؟ فكان كان في كاهن لمديان عنده سبع بنات، فأتينا واستقينا وملأنا الأجران ليسقينا غنم أبيهن. كويس؟ فاتى الرعاه وطردهن يبقى كان في موقف هنا برده رأى موسى انه في ظلم م. انه الولاد عشان اقوياء بي يعني بيفرضوا عضلاتهم على سبع بنات على سبع بنات فطردهن فنهض موسى وانجدهن وسقى غنمهن م. موسى كان زي ما قلت برضه حته الجدعانه الجزدية. دي مازال حته الجدعانه آه. على فكره هو مش هنا مش بي دي حاجه يعني حلوه البعض يقول لك ايه موسى هنا كان يعني بي... بيستعرض عضلاته لا مش بيستعرض عضلاته م. هو مش ناقص مش يحبش الظلم كل ما بيشوف هو ظلم شاف موقف يقدم عليه بالظبط شاف موقف في ظلم فاقدم عليه فلما اتينا الى راعو ابي هنا قال ما بل كنا اسرعتنا في المجيء اليوم فقلنا رجل مصري هو ما عرفوا انه مصري كويس أنقذنا من أيدي الرعاة وأنه استقى لنا أيضا وسقى الغنم فقال لبناته وأين هو لماذا تركتن الرجل ادعنه ليأكل طعاما فارتضى موسى أن يسكن مع الرجل فأعطى موسى صفورة ابنته فولدت ابنا فدعا اسمه جرشوم لأنه قال كنت نزيلا في أرض غريبة صفات جميلة جدا في م. موسى صفات جميله جدا فيه يعني اللي يقرا كده يعني كذا حادثه فيها اقدام منه إقدام. أو وعضلاته دايما بيسرع بيها كره للظلم لكن يعني وكرهه و... للظلم بس دي صفات حميده يعني آه دي صفات آه كويسه آه آه موجوده فيه دي حقيقه لكن خلينا نقف شويه عند مديان مم. مم. آه وكاهن مديان يعني شويه الموضوع آه احنا نعرف انه كهنوت من آه من هارون آه لكن الكاهن ده ظهر مره واحده كده بيشبهنا برضو بملكي صادق ظهر برضو مره واحده كده هل كاهن مديان كان كاهن آه بيقدم ذبايح لله مم. آه على النظام الابراهيمي ولا كان كاهن وثني ولا مم. كان تقي ولا كان بار ولا يعني ظروف آه هذا الرجل أوكي. وذكرت له كذا كذا اسم يثرون وكذا اسم اخر طيب خ... قبل ما اتكلم عن كاهن مديان خلينا أقول حاجه عن نشاه مديان مين مم. هو مديان كويس لانه ده يساعدنا شويه اوكي آه مديان آه لما نقرا في تكوين 25 بعد موت ساره امراه ابراهيم ابراهيم تزوج زوجة اخرى اسمها قطوره وجاب من قطوره اربع اولاد اسم الرابع كان مديان و... وعاد ابراهيم فاخذ زوجة اسمها قطورة فولدت له زمران ده أول واحد ويقشان وميدان ومديان طبعا الأسماء دي النهاردة لو قلت لحد يعني متوقع مجيء ابن مثلا أدي أسماء هي زمران ويقشان إلى آخر الأسماء دي المهم كان رابع ابن هو مين مديان, مديان. آه. ويشباق ويشباق وشوحة وولدنا يقشان وولد يقشان يبقى هم كانوا ولد ولد جاب ستة الرابع منهم كان مديان م. الى اخر الجزء ده جميع هؤلاء بنو كدور لما نشوف م. الخريطه م. ابراهيم قبل موته جمع اولاده وجمع اسحاق واعطى لاسحاق نصيب والارض الى اخره واعطى لاولاد كاتورة كل واحد نصيب وصرفهم قال لهم كل واحد بقى ايه يروح بعيد عن مين؟ تاني. عن اسحاق. م. فنشوف هنا يقشان سكن في الحته اللي تحت دي اللي هي قرب اليمن عند اليمن. اه. تحت. كويس؟ وواخده كمان جزء من شبه الجزيره العربيه. تمام. ده يقشان. زمران اخد برضو جزء من السعوديه عند الجزيره العربيه موازل مديان بقى كان عند خليج العقبه. كويس؟ أه واخد أرض سينا، جزء من أرض سيناء واخد جنوب جنوب سينا، وواخد النهارده ممكن نقول عليها عند الـ الـ الأردن وسينا، كان مديان. م. يعني المنطقة بتاعت حدود سيناء مع الأردن آه مثلاً؟ أه أه, آه, آه هي دي مديان كان ساكن فيها مديان. اللي أول سينا وخليج العقبة وطالع لفوق. اللي فيها الجبل؟ اللي فيها الجبل. الجبل, اللي فيها الجبل تمام. آه تمام م. دي لمحه عن مديان ك كجغرافيا بالزبط. يعني بالزبط. مكانه آه. اه هو بقى راح للمكان ده هو هو بقى راح لما هرب من مصر م. يعني آه لما 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 ترك مصر آه هو الجزء آه ده ما كانش مصر هنقول،, وقتها. هنقول هنقول ادي ادي مصر اديني برسم مثلا خط نهر النيل طب ناخد تليفون وبعدين نرجع لنهر النيل طيب اوكي الو 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 اهلا وسهلا بيك اخ زيتوني تفضل زيتو... زيتوني من تونس اهلا بيك اخ زيتوني اهلا بيك تفضل وبيك اسامه الدكتور عازم اهلا وسهلا انا معاك وبيك عايش والله يا يغ... آه عايش شو حالك انت دكتور عازم صحه لاباس ايه مش سامع اخ زيتوني بالراحه كده و... و... وقول لي بتقول ايه الصحه لاباس الصحه لاباس الصحة زي الفل نشكر رب كويس انت بفينك بقى لنا بقى زميلك بزميلك بقى لنا فترة بقى لنا فترة بيك. ما سمعناكش شكرا شكرا ما ساعة ما يدخلونيش يا دكتور عزمي لا 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 ما لا بندخل كل الناس يا اخ زيتوني شكرا شكرا انت آه. انسان كويس انت انسان طيب رب... يا دكتور ربنا يخليك شكرا ليك عايش تفضل يا اخ زيتوني سامعني تتكلم عن موسى ايوه إيه؟ لي انا انا في تدخلاتي لا أس لا اسيء لاي انا آه مع تعلم ان انني اؤمن بالكتاب المقدس سواء كان ولكن الكتاب المقدس الحالي ماذا يقول؟ انا اؤمن بان الذي موجود في الكتاب المقدس هو هذا التحريف الذي يحكي عليه المسلم آآ 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 يجب ان تكون هناك مناظره في التحدث ولكن عندما تتكلم عن موسى لك يكون نبي عظيم مثل موسى ولا ما نؤمن مثل موسى كان موسى وعيسى الانبياء كلهم مقدسين في الاسلام ولكن ترى ان الكتاب المقدس اساء لجميع الانبياء من الكتاب المقدس اساء حتى الى المسيح الكتاب اساء الى المسيح مثلا عندما نقرا تقرا من سفر الخروج تقول انه عظيم ولكن الله في علمه عندما يرسل الانبياء مثل موسى كان يجب ان يكون في علم الله الذي يرسله الله يكون مقدس وما الفائده ان يكون الذي يقتل يقول وانت قرات هذا في سفر الخروج ولا الاصحاح الثاني وحدث في تلك الايام لما كبر موسى انه شو يقول؟ فالتفت الى هنا وهناك, وهناك. ورأى أن ليس أحد فقتل أي ما معنى هذا الكلام؟ أي أنه قتل متعمد. النبي موسى يعني يقول القرآن ماذا يقول؟ أنت لا تؤمن بالقرآن. أنا أعبد ماذا يقول؟ قال طيب كازه موسى فقضى عليه، أي أن عندما دفعه ليس بقصد القتل، ولكن انظري إلى بنو إسرائيل، هذا الشعب كيف يسيء، لأن الكتاب المقدس فقد في عهد وفي نبوءة إن طيب. خلينا إنه علي... النصر. وأنت أوكي. ماذا؟ أولا. أوكي. بالله دكتور عزمي آخر مداخلة طيب قول أول آخر مداخلة <applause> مداخلة <applause> اه يقول بالله سفر التثنية في سفر التثنية، من كتب سفر التثنية؟ من كتبها؟ ماشي كمل كمل ادي كمل كمل المداخلة هل كتب سفر التثنية موسى؟ اه كمل يا أخي زيتوني كمل وأنا أرد عليك بعدين هو كيف الكتاب المقدس في سفر التثنية الإصحاح الآخر الساعة معناتها الـ 34 ماذا يقول أنفس ماذا تقول وقال له الرب هذه ومن بعدها فمات هناك بالله من كتب هذا الكلام؟ فمات هناك موسى عبد الرب في ارض مؤات حسب قول الله اخر من كتب هذا الكلام؟ حاضر موسى حاضر الكلام حاضر, حاضر شكرا حاضر يا اخي زيتوني اوكي آه في ثلاث أو اسئله او ثلاث مناطق <applause> ناخذهم <applause> <applause> لازم لأ مداخلة الاخ زيتوني واحد دايما بيجي بمجموعه في تلات اسئله في ثلاث حاجات هو ذكر انه الكتاب المقدس شوه الانبياء كلهم م. حتى الرب يسوع المسيح نفسه كويس دي اول نقطه اول حاجه اذا اولا اليهود مفيش حد عندهم زي موسى يعني يعني موسى ده هو القمه في الفكر اليهودي هو اليهوديه هو اليهوديه مم. يعني ابراهيم زي الفل هو الأب. الاباء مم. انما موسى له مكانه عظيمه لأنه هو اللي استلم الشريعه وداود له مكانه عظيمه الاخ اذا انا بقى كشخص يهودي وده اللي انا بساله الاخ زيتوني لو مم. انا شخص يهودي مم. وحابب ازور كتابي مم. كويس هعمل ايه همحي ده همحي كل حاجه انت يا اخي زيتوني هتستخدمها ضدي امم كويس يبقى هاجي عند الضعفات بتاعه موسى وحزف. وشيلها اجي عند الضعفات بتاعة داود واشيلها اجي عند ضعفات فلان فلاني واشيلها ليه لانه انا عايزك انت يا اخي زيتوني تعجب ها بالانبياء بتوعنا وتؤمن بيهم فلم معهم فلم معهم واكتب كل وكتب حلو اللي عنهم اللي انا عايزه واقدم بقى ايه اشخاص رائعين دي طب ده هيقودنا لسؤال برضو سريع فده اكمل دي طيب في حل. نفس النقطة م. ايه الحكمة من انهم يحطوا هذه المواقف كويس فلو ال ال لو انا لو ال حسف الضعفات دليل على التزوير م. كويس انما وجود الضعفات دليل على عدم التزوير سؤاله وده الاخ زيتوني مش قادر يبقى هل الـ هل هو هو في ذهنه النبي لمواصفات مواصفات كامله شور ما يعملش يعني خطأ بقى يعني السؤال اللي آه. انت قلته آه. هو ليه ذكروها اولا م. لانها حصلت م. لانه الكتاب مش هيكذب الكتاب صادق في كل ما حدث وصادق في نقل الحدث نفسه اذا كان الكتاب المقدس سجل لينا ايضا كلمات الحيه مع انها كذب هو صادق في نقل الحدث نفسه عشان كده يقول كل الكتاب مو حبي، يعني مش بيزور م. مش بيزور مش بيقول معلومه مش موجوده م. لما يقول لي انه موسى اخطا وقتل المصري حتى لو كان عن عمد يبقى هو قتله عن عمد لما م. يقول لي ان داوود قتل وزنا يبقى هو قتل وزنا ليه لانه الكتاب صادق في انه يكتب لنا كل الاحداث بلا تزوير او تجميل او آه يعني آه انه انه يستعطفني ان انا اؤمن بيهم يعني احنا مش احنا اللي مشوهين الانبياء لا دي حاجات حقيقيه حصلت من الانبياء بالظبط وبعدين في فرق حاجه ثانيه في فرق ما بين, بين النص كموحى به وما بين الشخص كنبي م. انه اللي كتبه موسى هو المعصوم لكن هل موسى في كل اقواله واعماله وتصرفاته وسلوكياته كان معصوما إنسان، لا انسان لكن لما قعد موسى لما قعد موسى يكتب في البدء هنا بدا سلطان روح الله م. عليه وسياده روح الله عليه فما كتبه لنا حتى عن نفسه هو المعصوم م. اما حياته كشخص حياته كلها م. فلم تكن فيها ضعفات وفيها. عشان كده بنجد الانبياء كبشر فيهم ضعفات دي حاجه طيب. حاجه اخيره جزء. اقولها الأخ زيتوني طيب انه الوحيد يا اخ زيتوني الذي لم يخطئ ولم يوجد في فمه غش هو شخص الرب يسوع المسيح لانه الجميع زاغ وفسدوا وأوزه. ليس من يعمل صلاحا ليس ولا واحد تمام فبالتالي لما نقرا الكتاب المقدس ندرك ان يسوع المسيح هو المخلص الوحيد هو مخلص موسى زي ما هو مخلص داود زي ما هو مخلص أرميا زي ما هو مخلص إشعياء هو لا يحتاج إلى خلاص لأنه لم يفعل خطية لكن هو المخلص لكل هؤلاء الجميع زاغوا وفسدوا بما فيهم بما فيهم الأنبياء, الأنبياء. موسى داود بالضبط تاني جزئية ذكرها قتل موسى عمدا لفت بص يمين وشمال ولفت الانتباه تمام فيش أي حد شايفني الكتاب ذكر كده فانا ادخل على طول مم. على الجريمه اللي عايزه أيوة. يعني آه. ده سبق مع سبق الاصرار يعني مم. هل فعلا موسى كان داخل متعمد القتل بعد ما نظر حوله؟ آه آه ده ده سؤال مهم جدا هو مترجم الكلام انه الكلام بالزبط. ده بيعني انه انا جاي متعمد آه, اه موسى لما خرج من بيته ما كانش خارج يقتل مم. موسى الموقف هو اللي قاده الى القتل وتفاصيل الموقف ما عندناش اه هو زي ما الناس بيقولوا لا راى نظره هنا وهناك وراى ان ليس احد فعمل ايه فقتل وهل ده صح قلنا لا مش صح هل ده غلط ياس وربنا هل دفع بعد كده لما نشوف سك... أوكي. قصه موسى كلها للنهايه نعرف ان ربنا غيره بالظبط هل دفع ثمنه دفع ثمنه هل مضى دون بدون عقاب لا خد عقاب قعد 40 سنه في البريه فيوجيتيف هارب في البريه كويس هنا 25 سنه انت بتخرج بعد مم. جريمه قتل موسى قعد 40 سنة. م. كويس؟ فالفكرة الأساسية إنه دفع ثمنها. وموسى أعتقد إنه ندم على هذه العملة. وهو في البرية ندم عليها وتاب عنها. م. هل الله ممكن يستخدم إنسان وحش؟ كان وحش؟ يس. طبعًا. لأنه ما فيش واحد كامل. م. لكن عندما نأتي ونتوب عن خطايانا نستخدم. يعني يعني كل كل رجال الله كانوا في ضعفات. في بدايتهم. والرب غيرهم. م. بولس كان مضطهد للكنيسة. وصار بولس الكارث بالمسيح م. اتغير م. فلما نتقابل مع الرب يغيرنا ومش بس يغيرنا ويشتغل بينا, كمان. ويشتغل بينا ويشتغل ثالث حاجه والاخيره في مداخله اخونا زيتوني موضوع سفر التثنيه وما ذكر بسفر التسنية طبعا اخ هل هذا هو طبعا اخ زيتوني يعلم جيدا انه ما واحد من المفسرين بيقولوا انه اصحاح 34 من سفر التثنية اللي فيه اخر جزء بيتكلم عن موت موسى هو كتبه موسى ما واحد ولا واحد من المفسرين كل المفسرين بيقولوا انه هذه الختمة اضافها وكتبها يشوع الذي كان ايضا قائدا ومعلما للشعب بعد موسى فختم لنا هذا الجزء بموت موسى وانتهاء حياته فالجزء ده طبعا ما كتبوش موسى يعني لما يقول طلع على الجبل ولا احد يعلم اين قبره وانه لم يقم احد الى الان مثل موسى كل, مضطفق مضطفق كل عليك. ده متفق عليه كل المفسرين عارفين ان الجزء ده كتب رجل الله يشوع النبي يشوع الذي اتى بعد موسى هل ده يتنافى مع الوحي لا ده لا يتنافى مع الوحي ابدا هل ده يشككنا في بقيه ولا يشككنا في بقيه لانه أصفار. يشوع كتب ايضا السفر الاخر وهو سفر يشوع آه. وكان احد الانبياء اللي عشان كده اليهود بيعتبروا يشوع واحد من الانبياء المتقدمين يعني نقدر نقول ان الجزء ده كان ممكن يتحط مع بدايه سفر يشوع كان, كان نهاية ممكن يتحط مع بدايه سفر كان يشوع كان نهايه وبدايه في نفس الوقت بالظبط لكن هي الخمس اسفار دول واحده واحده فبدا انهاهم بانتهاء حياه موسى م. علشان يبدا سفر يشوع ببدايه وخدمه حياه يشوع تمام نرجع, نرجع آه لحضرتك وقفت آه. عند نهر النيل اه انا كنت فين صح آه عند نهر النيل عند نهر النيل فانا آه. لو آه رسمت كده كويس الرسمه دي ممفيس مم. هنا دي منطقه ممفيس آه. اه اللي هي تعتبر العاصمه آه 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 لمصر القديمه العاصمه الشماليه لمصر القديمه خليني بس احط القلم ده عشان أقعد اه هنا مم. دي ممفيس فهو هرب هرب مم. من هنا وراح فين؟ راح مديان تمام راح لسينا وسينا معروف انها بسبب ال 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 طبيعه ال الارض بتاعتها وطبيعه المناخ بتاعها وانها جبليه وانها صحراء لم تكن عمرانه كان فيها قبائل بس ما كانتش عمرانه فبتسالي أي, اي حد عايز يهرب اي حد عايز يهرب بيروح فين؟ يهرب إلى منفى منفى يعني يعني مين الجيوش اللي هتروح وراه وتقعد تدور عليه في 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 فهرب مم. هرب مم. إلى 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 مديان تمام بعد دعوة الله لموسى حضرتك ذاكر آه آه. آه. أنت سألتني على كاهن مديان كاهن مديان كويس آه كاهن مديان هل هل هناك في كهنوت احنا قلنا انه كاهن مديان آه أو مديان أصل مديان هو الابن الرابع من ابراهيم من قطوره يعني م. يعني الابن الرابع لابراهيم من قطوره مديان إه هناك آراء مختلفه كويس البعض بيقول لنا انه انه بما انه هو ابن ابراهيم فتشبع بالفكر الابراهيمي الابراهيمي عن عن الله ولما راح هناك عبد الله في مديان إه هل عندنا ادله على كده؟ ما عندناش. م. كويس؟ الدليل الوحيد ان هو بيقول لنا انه كاهن الله كاهن بس كاهن كاهن, إ... كاهن مديان. كون ان هو جاي من, من تسلسل إبراهيم كويس. ده برضه يشير لينا انه الراجل ده ما كانش بيعبد يعني مك... اه البعض الاخر من المفسرين بيقولوا لا. م. بيقولوا لا انه تاريخ مديان ولما بندرس عن تاريخ مديان بنعرف ان مديان عبدت الاوثان. وكانوا يعبدون الاوثان. لدرجه انه انه بعض معلمي اليهود قالوا انه مديان مع بلعال آه بلعام ابن بعور م. كانوا مشيرين لفرعون ضد شعب اسرائيل م. فيما بعد يعني 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 آه آه ونعرف انه تاريخ مديان ما كانش فيما بعد يعني كان كان في عداء شديد بينه وبين بين شعب اسرائيل م. حتى لما نقرا عن ايام القضاه إنه أنه لما دخلوا الأرض واحتلوها وإلى أخره يعني كانوا مم. كانوا بيعبدوا أوثان مم. تاريخهم بيقول كده وكان الـ 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 عبادتهم للأوثان الكثيرة إلى آخره فهل كاهن مديان كان كاهن وثني دي مدرسة بتقول آه في هل كاهن مديان كان كاهن آه عنده فكر إيمان إبراهيم وبما أنه هو كان ملك لمديان والزمان كان الكاهن والملك كانوا مع بعض يعني مم. ممكن تلاقي الكاهن هو الملك والملك هو الكاهن كويس زي مثلا آآ آآ زي آآ ملك صادق ملك صادق كان ملك مدينه سديم وفي نفس الوقت كان كاهن لله العلي كويس مم. ممكن تلاقي شخص الكهنوت لم يكن كهنوت مستقل عن ال ال الملك مم. يعني فهو كان كاهن وكان ملك يعني كلمه كاهن دي هنا مالوش علاقه بهارون خالص مالوش علاقه بهارون هو لانه هارون لم يكن قد اسس ككهنوت كهنوتي منظم للامه اليهوديه، فما كانش ليه علاقه ابدا بالكهنوت اللاوي يعني نقدر نقول كاهن مثلاً قبيله مثلا كاهن قبيله اه كويس، بيعبد ايه بقى؟ هي دي النقطه مختلفين عليها دي اللي دي نقطه الاختلاف كويس هتقول لي انت طب هو كان بيعبد ايه؟ هقول لك انا زي بتفق مع بعض علماء اليهود اللي بيقولوا ان هو كان بيعبد الاوثان لكنه لما راح قابل موسى وقدم ذبيحه لله في سفر الخروج أصحاح 18 هو اقتنع وآمن بالإله الخروج بيهوة الذي رأى آياته ومعجزاته بعد الخروج بعد الخروج وبهذا صار إذا ما يعني متحول أو عابر إلى اليهودية بعد ما شاف كده يد الله مع شعبه بالضبط لكن قبل كده لم يكن عابدا ليهوة تمام م. تمام أه حضرتك ذاكر يعني احصائيات عن جبل سينا. اوكي. وشويه حاجات مهمه جدا. جميل جبل سينا قبل ما ادخل على جبل سينا بما ان احنا بنتكلم هنتكلم عن جبل سينا آه. بما ان احنا بنتكلم على حام موسى يثرون كاهن مديان البعض بيتساءل انه في معضله هنا م. انه هو اسمه ايه؟ مم. يعني بنقرا عنه كذا في اسم. اه في خروج اثنين يقول وكان لكاهن مديان سبع بنات مم. فلما اتينا الى رعوئيل ابيهن كويس أيوة. قال يبقى هو اسمه ايه رعوئيل وكلمه رعوئيل معناها صديق الله رعئيل صديق آه. الله آم. و... و... وبنقرا في خروج ثلاثة واما موسى فكان يرعى غنم يثرون يبقى مم. في يثرون وفي رعوئيل وبنقرا ايضا في عدد عشرة بيقول وقال موسى لحباب بن رعويل إيه المدياني حما موسى في برضه ايه حباب ثلاث اسامي ثلاث اسماء امم طب ناخد مداخله تليفونيه وبعد كده نشوف معنى كل اسم شو. والهدف من كلمه الله ايه انه يذكر لنا ثلاث اسامي ليه معانا معانا الاخت فريال من ايطاليا اهلا وسهلا بيكي من بريطانيا أيوة انا اسف سلام اهلا بيتر اهلا, أهلاً تفضلي انا انا اخ حابه ارد على الاخ زيتوني اللي دائما يدخل مثل القنبله الموقوته ويطلب الكتاب المقدس بانه مزور والمسلم يقول البينتي على من ادعى بالضبط فهو يقول تهمه ما عنده اي دليل معلش اي برهان على انه الكتاب المقدس مزور احنا بنرحب هو ماذا يفهم بأنه هو يوجه تهمة لله بأنه كاذب ومزور ولا يحفظ كلامه أيوه لأن الكتاب المقدس هو كلام الله <applause> بعدين أنا أريد أن أسأله أبو العريف زيتوني مع كل احترامي له من حرف الكتاب المقدس ولماذا حرفه وماذا كان قبل التحريف وبعدين أعطيني آية واحدة من الكتاب المقدس بانها شوهت الرب يسوع المسيح له كل المجد يا الرب يسوع المسيح هو الله المتجسد فكيف الكتاب المقدس يشوه الرب يسوع المسيح اعطيني الدليل واعطيني الايه آه، لكن براه. انا اقول لك عقده النقص اللي فيكم انت والاخوه المسلمين من امثالكم لو الكتاب المقدس ذكر عن محمد بأنه نبي لكان الكتاب المقدس غير أيه. محرم. ده صح. وحتى لو كان دينه كل المخازي وحاشا هذا مثل القران. صح. لكن لانه الكتاب المقدس جسد بأنه نشكرك بنشكرك, بنشكرك اختي فريال لضيق الوقت فقط مش اكثر. لا النقطه أه مهمه يا اختي فريال احنا بنرحب بكل المداخلات حتى اللي فيها هجوم لانه انا بعتبرها بس هي, هي سالت اسئله كويسه آه الاخ زيتوني يعني بما انه بيدعي هو ما عندوش حتى طبعا طبعا يعني هو مسكين يعني احنا بنحبه وبنحب مداخلاته واسئلته بس آه يا رب يكون بيسمعنا وبيسمع اجابتنا كويس وبيرجع ليها تاني وبيبحث بامانه وبصدق. يعني. إل آه إيه ده الاسم بتاع حما موسى موسى كويس اللي هو يعني صديق, الله صديق الله صديق الله ويثرون اللغه بتاعته في اللغه الاصليه بتاعته هو يعتبر لقب يعني م. المفضل المبجل أه. المعظم م. ف لانه كان كاهن وملك زي ما نقول النهارده فرعون زي ما نقول النهارده مثلا لقب, آه لقب من الالقاب فيثرون لم يكن اسم لكنه لقب, لقب. الاسم الثاني حباب كان ابن رعويل حما موسى يعني م. حتى لما نقرا النص ده في 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 العبري انه حباب هو ابن رعويل المدياني حما موسى فكان زمان كمان كان للشخص اكتر من اسم يعني آه. يعني في في كتير قوي في الملوك عندنا وفي الكتاب المقدس نجد في القديم حتى في الكتابات الغير بره الكتاب المقدس في الثقافات الاخرى نجد انه ممكن شخص يبقى عنده اكتر من, من اسم. اسم, ابراهيم كان ابرام وبعدين بابراهيم كل اسم معنا. شاول وبولس يعني مم. ف بطرس وسمعان يعني مم. فممكن يبقى عنده اكتر من اسم ده شيء وارد جدا الحقيقه الوقت جري بينا لكن ما كملناش لسه دعوه الله بقى لموسى وما بعد دعوه الله وموسى والنقله اللي ما بين ما قبل الدعوه وشخصيته واختلافها عن ما بعد مم. رجل اخر تماما زي ما حضرتك ذكرت في الأربعين مم. سنه الثلاث ثلاث اربعينات لكن يعني نكمل الوقت القادم نكمل الوقت القادم لانه الظروف الوقت معانا انتهت وحابب يعني اشكرك اسيس اشرف علي. واشكر كل مره فيها بتسرينا بكلمه ربنا وبشكر كل مدخلاتكم وكل افراد واصدقاء برنامج عبر الكتاب الى ان نلتقي معكم في حلقه جديده وبرنامج جديد ونكمل بعد كده عن دعوه الله لموسى وماشيين مع بعض في سفر الخروج اذكرونا في صلواتكم الى ان نلتقي معكم في حلقه جديده امين الرب معكم امين